منذ بدء الكون عصور عديدة تعاقبت على هذا الكوكب الذي نعيش فيه، وساهمت بإرادة الخالق عز وجل في تكوين أهم مادة وفرها الله للإنسان، تلك المادة التي غيرت شكل هذا الكوكب وغيرت مسار التاريخ ووصلت بتطلعات الإنسانية إلى الفضاء بلا أي حدود. النفط، ذلك الكنز الثمين الذي أصبح لا غنى عنه في أي مجال من مجالات الصناعة والطاقة، والذي من الله عز وجل على هذه الأرض المباركة بوجود أكبر احتياطي للنفط في العالم فيها، ومن فضل الله بأن وفق اكتشافه هنا في فترة حاسمة من مسار التاريخ. منذ عام 1920 لم تعد هذه الأرض التي نعيش عليها كما كانت من قبل، فمنذ وحد الملك عبد العزيز غفر الله له المملكة العربية السعودية وقاد البلاد لتحول لا مثيل له، بدأ التنقيب عن النفط، حيث خاضت المملكة برنامج تحديث واسع النطاق حول المملكة العربية السعودية لتصبح واحدة من أكبر اقتصاديات العالم، ولتبقى كذلك. ومنذ ذلك الحين أنشأت المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر شركات النفط في العالم، شركة أرامكو السعودية، التي كانت وما تزال العصب الرئيس لاقتصاد المملكة العربية السعودية. ولتقوم أرامكو السعودية بإنجازات ترقى لتطلعات قائد ملهم مثل الملك عبد العزيز غفر الله له، كان لابد من إيجاد شريك قوي يقوم بخدمات الحفر عالية الجودة لاستخراج البترول والغاز بكفاءة قصوى وبالطرق الآمنة المدعومة بخبراتها التي تؤهلها للعمل في أقصى الظروف وأكثرها تحدياً. منذ ما يزيد عن 50 عاماً، وتحديداً في عام 1964 ميلادية، قامت الدولة ممثلة بالمؤسسة العامة للبترول والمعادن بترومين، وبالشراكة مع الشركتين الفرنسيتين سوسيتي دي فوراج بترولي وشركة سوسيتي فوركس، بتأسيس شركة الحفر العربية للقيام بهذه المهمة. وقد انتقلت حصة الشريك الأجنبي بعد ذلك لشركة فوركس نيبتون، ثم لشركة شلمبرجير للخدمات البترولية، الشركة الفرنسية الرائدة عالمياً في خدمات حقول البترول. وفي عام 2003 وبمبادرة من وزارة البترول والثروة المعدنية، تم نقل ملكية بترومين في الشركة وشركات أخرى إلى صندوق الاستثمارات العامة، الذي بدوره أصبح بموجب ذلك شريكاً في شركة التصنيع وخدمات الطاقة طاقة. بادرة من المسار عمل البترول المعادن سنة 1964، وبدأت الفكرة بالتصنيع بالمملكة ككل، وكانت بترومين هي السباقة الحقيقية، وعملت مجموعة مشاريع من ضمنها شركة الحفر، حيث بدأت أعمالها في الخفجي بجهازين حفر مستأجرة، وبعدها تم استقطابها وشراءها، قديمة لا شك نيبتون 5 نيبتون 6، حولت إلى عرب دريل 1 وعرب دريل 2 AD1 AD2. استمر العمل بهذا المنوال وتطورت الشركة شيئاً فشيئاً، وفي سنة 1972 دخلت الشركة في منافسات مع شركة الزيت العربية الأمريكية أرامكو سابقاً، والتي أصبحت الآن سعودي أرامكو، وفزنا بجهاز حفر 1 ومن ثم 2 و3 و4 إلى أن وصلت إلى 8. في سنة 1993 بدأنا ندخل بشدة أعمال الجاكوبس والحفر، إلى سنة 2005 نمت الشركة نموا سريعا جدا جدا بمقدار 100%، واشترت 8 حفارات مرة واحدة أضافتها إلى العدد المطلوب، وبالرغم من التحدي العظيم إلا أن الشركة قابلته وتم العمل بعض الصعوبات لأن الكمية كبيرة إلى حد ما، واستمرينا على الأساس. وفي الوقت الحاضر والله الحمد دخلنا في مجال الأوفشور للحفارات الثقيلة، فتنمو الشركة تشتغل، والآن اضطرت الشركة أن تنمو وتستمر في النمو.
منذ ذلك الحين يزخر سجل أعمال شركة الحفر العربية بسنوات طويلة من الخبرة والقدرة الابتكارية التي ساعدتها خلال 50 عاماً على تحقيق إنجازات كبيرة في عمليات الحفر لا مثيل لها لدى أقرب منافسيها. ولمدة طويلة أكثر من 10 سنوات شركة الحفر العربية باعتراف عملائها أفضل الشركات الموجودة في المملكة. ورغم أن الشركة قد بدأت عملياتها بجهاز حفر بري واحد وجهازي حفر بحريين، فقد وصلت شركة الحفر العربية إلى مستوى عالي من التطور وفقاً لمتطلبات عملائها الطامحين في السوق ومقدرة الشركة على النمو. فقامت الشركة بامتلاك ما يلزم من أجهزة الحفر نوعاً وكماً لضمان جودة عملها وبالكفاءة المطلوبة في مختلف الظروف المناخية والبيئية. وتتمكن الشركة من التعامل بفعالية وكفاءة عالية مع تحديات العمل المختلفة. تمتلك شركة الحفر العربية 16 جهاز حفر بري تتنوع ما بين أجهزة حفر ضخمة وأخرى ضخمة جداً، كما تمتلك 7 أجهزة حفر بحرية ضخمة وضخمة جداً مزودة جميعها بتجهيزات ذات مواصفات عالية تمكنها من العمل في مياه البحر حتى عمق 400 قدم. كما تم تخصيص منصتين بحريتين ذاتيتي الدفع متعددة الأغراض لخدمات واختبارات حقول النفط. وقد تمكنت شركة الحفر العربية مؤخراً من بناء جهازي حفر بحريين ضخمين تم تصنيعهما وفق مواصفات ومتطلبات عملاء الشركة داخل المملكة. وقد انضم إلى أسطول الشركة بداية عام 2014 ميلادية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلها خيرا وبركة علينا وعلى العاملين عليها. بسم الله مجريها ومرساها. والشركة الآن بصدد رفع أعداد حفاراتها البرية والبحرية لتواكب متطلبات عملائها، بحيث سيتضاعف أعداد حفاراتها خلال السنوات 5 القادمة. وبخطط مستقبلية مدروسة ذات رؤية حكيمة من ملاك الشركة، تطورت شركة الحفر العربية لتصل إلى قمة يصعب على الآخرين منافستها عليها. However, today's ADC is the leader amongst all of the drilling contractors operating in Saudi Arabia in terms of HSE and service delivery. ADC is well respected by our clients, both Saudi Aramco and KJ. تضم شركة الحفر العربية كادراً بشرياً ذو كفاءة عالية في التأهيل والخبرة والأداء الرفيع، ينتمون لأكثر من 30 جنسية، قاربة إعدادهم 2500 موظف بنهاية الربع الأول من عام 2014 ميلادية. تقوم الشركة باستقطاب خير الكفاءات الوطنية للعمل بها، وتحرص على توفير بيئة عمل متميزة لهم. اليد العاملة، الإنسان، يفوق كل التحديات، يفوق كل الاستثمارات. عندما تستثمر في الإنسان ويكون مؤهل أن يقوم بالعمل، انتهى 70% من العمل. الإنسان هو أهم عامل في الإنتاج. كما تعنى بتدريبهم بالصقل المستمر لمهاراتهم لتنتج جيلاً يعد بكل فخر من أكفأ العاملين في مختلف تخصصات القطاع النفطي. Buying an asset or buying a rig is probably the one of the easiest thing to do. However, to operate the machine efficiently requires skill and motivated workforce. ADC is like a family. We have now the second generation workforce working with us. It is this sense of ownership that makes us different. في بداية التسعينات من القرن الماضي قررت إدارة الشركة البدء في توطين الوظائف، حيث كان لدى الشركة نظرة استراتيجية وأخلاقية ووطنية بنت عليها الخطط والأهداف، بل أصبحت جزءاً من ثقافة الشركة لخلق بيئة عمل مبنية على مبادئ وقيم التوطين، ليصبح التوطين أولوية استراتيجية لدى الشركة. وكون أن استخراج النفط والغاز
عصب الرئيس لاقتصاد الدولة. كذلك كانت قناعة الإدارة العليا في شركة الحفر العربية بأهمية السعودة وإمكانية تحقيقها للاعتماد على السواعد السعودية لضمان الاستقرار في الاقتصاد الوطني. بدأت الشركة الحقيقة بالسعودة من مدة طويلة كمنهج وطني أولاً واستراتيجي ثانياً، لأن الشركة اللي تعمل في بلد يجب أن تكون من أهل البلد. ففي حين كانت لا تتجاوز نسبة السعودة 10% في بداية التسعينات، والآن وبحمد من الله وبعد الجهود الحثيثة أصبحت نسبة التوطين لدى شركة الحفر العربية 68% من إجمالي العاملين في الشركة، وما زالت في استمرار وتصاعد. تحقيق نسبة السعودة قد لا يكون أمر مستحيل، ولكن من الصعب الحفاظ عليها بالحوافز، بالعدالة، بالالتزام مع الموظف. تمكننا بعد توفيق من الله الحفاظ على هذه النسبة التصاعدية. التدريب. في عام 1992 ميلادية أنشأت الشركة مركز التدريب، وكان المركز الأول من نوعه في المملكة لدى شركات الحفر لتدريب وتطوير الشباب السعودي في المناصب الإشرافية والتقنية والسلامة في مجال الحفر. ويعد المركز الأول من نوعه ليس في السعودية فقط، بل في منطقة الخليج، المعتمد من الاتحاد الدولي لمقاولي الحفر IADC. التدريب جزء مهم، ولحسن الحظ كان جزء من تأسيس الشركة. من بدايات الشركة في وقت مؤسسة العامة للبترول والمعادن أقرت بأن يكون جزء من أرباح الشركة للتدريب. وسعيا من الشركة لتدريب الكوادر الوطنية، قامت الشركة بإنشاء حملة برامج لتطوير المشرفين، والذي يهدف إلى تدريب السعوديين من حملة الدبلوم من خريجي المعاهد والكليات التقنية، وذلك لتأهيلهم في مناصب إشرافية في مجال الحفر. وأيضا برنامج تطوير المهندسين، والذي يهدف إلى تدريب السعوديين حملة الشهادات الجامعية، وذلك لتأهيلهم لمنصب مدير حفارة، وكذلك التدريب على البرامج الخاصة بالعمال لضرورة التدرج الوظيفي. لا شيء مستحيل في شركة الحفر العربية. بدأت كعامل حفر بالشهادة الثانوية، وبالاجتهاد والتدريب أصبحت أعمل الآن مساعد رئيس حفارة. بيئة العمل المريحة والمزايا المنافسة وسهولة التواصل مع الإدارة العليا جعل من الصعب علي مجرد التفكير في ترك الشركة. وبفضل الله وتوفيقه أثمرت هذه الجهود إلى وصول عدد كبير من الكوادر السعودية إلى مناصب قيادية في الشركة. الشفافية والوضوح من الإدارة العليا جعلت منا شركاء لا موظفين. الشهادة ليست العائق أمام الطموح، بالإصرار والتدريب المستمر أنا الآن أصبحت مدير حفارة. وبسبب توفر هذه البيئة المتميزة للعمل أصبحت شركة الحفر العربية خياراً أولاً لجيل جديد من المتميزين الذين سبق لآبائهم العمل في الشركة ولمسوا أثر العمل عليها في مختلف نواحي حياتهم. أنا التحقت بالعمل في الشركة في 4/7/1968 ميلادي. أزرستابوت عامل عادي يعني، واشتغلت رستابوت، بعدين درجت في البوزيشن من رستابوت لفلورمان، بعدين ديركمان، بعدين بابي مان. السبب الرئيسي لاختياري العمل في شركة الحفر العربية هو ما شاهدته من نجاحات لوالدي خلال مسيرته العملية. إن شاء الله أخلص دراستي وأشتغل في شركة أبوي وأتم مدير الشركة. الجودة والصحة والسلامة والبيئة، QHSE تتبع شركة الحفر العربية سياسة جادة وصارمة فيما يختص بالجودة والصحة والسلامة وحماية البيئة، حيث تعتبر هذه السياسة القلب النابض لعمليات الشركة سواء داخلياً في أروقة مكاتبها أو في مواقع العمل وعمليات الحفر الخارجية البرية منها أو البحرية. تتبوأ شركة الحفر العربية ولله الحمد أعلى مراكز السلامة مقارنة بنظرائها من المنافسين، مع إعطاء البيئة العناية القصوى في مجالات عمل الشركة المختلفة. تعد السلامة المهنية المقياس الأساسي للنجاح في شركة الحفر العربية، لذلك نحرص دائماً على تطبيق أعلى معايير السلامة العالمية بجميع أعمال ومرافق الشركة لضمان بيئة آمنة للجميع. الرؤية المستقبلية.
تكمل اليوم شركة الحفر العربية عامها 50 يوبيلها الذهبي، ونشعر جميع موظفين ومسؤولين بالرضا الكامل عما تحقق إلى حد الآن. ها هي شركة الحفر العربية وهي تحتفل بالذكرى 50 لتأسيسها أقوى من أي وقت مضى ولله الحمد، ولا تزال قادرة على قيادة صناعة التنقيب عن النفط في المملكة الغالية، متسلحة في ذلك بدعم شركائها وعملائها اللامحدود ولأجيال قادمة بإذن الله. شركة الحفر العربية 50 عاماً ريادة وعطاء.